ترى حادث سقوط المصور والصحفي بجريدة الكوتيديان دورون عبد الكريم بن حليمة بالبحر بوهران سخرت مصالح الحماية المدنية كل الإمكانات المادية والبشرية للبحث عن الضحية. قود كريم الصحفي كانت في حوالي الساعة 7 مساء، وفي ذلك الوقت كما تعلمون أن كانت ظروف جوية استثنائية، ورغم من ذلك كل وحدات كانت مجندة في الميدان، وحدات الحماية المدنية مدعمة بكل وسائلها، وحدات الجيش الوطني الشعبي والسيد لواء قائد الناحية العسكرية الثانية كان أعطى كل تعليمات، أين كانت كل إمكانيات الجيش مجندة في الميدان. أنا في سقوط شخص من يعني منحدر خطير بعرض البحر، وكانت ظروف جوية غير ملائمة بحيث أن يعني أمواج البحر هي اللي نقلته لعرض البحر، ومما تسبب كذلك في عملية التدخل الأولي نظرا للظروف المناخية.